السلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروع الوطن. من هنا من على هذه المتارس والمواقع الأمامية هنا في منطقة وادي العطفين التابعة إداريا لمديرية كتاف بمحافظة صعدة، نرحب بكم مشاهدين الأكارم أجمل ترحيب، ونتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة، فأهلا ومرحبا بالجميع. في ظل التقدم الميداني والعسكري المتواصل الذي يحققه الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال بمحافظة صعدة، أحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي تقدما كبيرا وجديدا في مديرية كتاف البقع شرق محافظة صعدة. وقال قائد كتائب محور صعد العقيد هاني باسلامة أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية واسعة وتمكنت من تحرير سلسلة جبال عنبان وجبل الحنكة وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز مديرية كتاف. وأضاف باسلامة أن المعارك أسفرت عن مصرع 20 من عناصر ميليشيا الحوت الانقلابية وجرح آخرين، فيما لاذت بقية عناصرها بالفرار تاركة مواقعها وأسلحتها وعتادها ومخلفة وراءها جثث قتلاها مرمية على الجبال والوديان. من جانبه قال قائد الاستطلاع في محور كتاف المقدم توفيق الوقيدي أن طيران التحالف العربي شارك خلال المعركة بفاعلية وتغطية مستمرة ونفذ عمليات استهداف دقيقة لعدد من الآليات العسكرية التابعة للميليشيا الانقلابية في مناطق متفرقة قريبة من مركز مديرية كتاف، كما دمر منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة لتلك الميليشيا الانقلابية. وأضاف أن المعارك لا تزال على أشدها وأن قوات الجيش الوطني لا تزال تتقدم بخطى ثابتة صوب مركز المديرية وبتغطية جوية مستمرة من طيران التحالف العربي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم من جديد في برنامج دروع الوطن ضمن هذه الزيارة والجولة الميدانية مشاهدين الأكارم التي نقوم بها لنقل الصورة الحقيقية والحياة اليومية التي يعيشها أبطال الجيش الوطني هنا في وادي العطفين في مديرية كتاف البقع بمحافظة صعدة. نلتقي مشاهدين الأكارم في هذه الأثناء العقيد هاني باسلامة قائد كتائب محور محافظة صعدة الذي يرابط هنا برفقة هؤلاء الأبطال الميامين في وسط وادي العطفين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في البداية نشكركم على زيارتكم لهذه الخطوط الأمامية ورفع معنويات المقاتلين، فهذا عمل جبار ونسأل الله أن يجركم عليه. ونحن كما تشاهدون الآن في خط التماس الأخير ما بين في وادي العطفين، يعني كما تشاهدون الآن هذه أمامنا قرية العطفين بيننا وبينها حوالي 950 متر، هذه اللي كما تشاهدونها أمامكم. ولله الحمد يعني التقدم مستمر والعدو منهار، وكان أمس معنا الفريق الخاص بالاستطلاع رصد عيار للعدو 23 ورفعت الأحداثية لقوات التحالف وغرفة العمليات، ولله الحمد تم استهدافه وهو على بعد ما يقارب كيلو ونص من هذا المكان اللي نحن فيه الآن، وتم تدميره تدمير يعني ضربة موفقة
وفي المناسبة هذا يعني نشكر يعني قوات التحالف على دعمها السخي وسنادها لنا بالطيران والمدفعية وكل ما تحتاجه الجبهة من قتال لقتال هذه الفئة الضالة. وبإذن الله تعالى ما هي إلا أيام قلائل وسيتم دحره من هذه القرية بالكامل بقوة الله سبحانه وتعالى، ثم بقوة الأبطال المرابطين المجاهدين الذي تركوا بيوتهم وتركوا أموالهم وأهاليهم وجاءوا من كل مكان، من كل مكان جاءوا كما تشاهدون الآن في جميع المتارس وفي جميع الجبهات، تشاهدون من شرق إلى الغرب إلى الجنوب الناس يعني جاءت كلها لكي تقاتل هذه الفئة الضالة التي خرجت عن دين الله سبحانه وتعالى أولا، ثم عن الوطن وعن شرعية الدولة. فنحن في هذا المكان مجاهدين مرابطين بإذن الله تعالى، إما النصر أو الشهادة بإذن الله تعالى. طيب العقيد أهاني بسلامة قائد كتائب محور محافظة صعدة، المتابع والمشاهد الكريم الآن يود أن يتعرف عن طبيعة وسير هذه المعارك التي تخضبونها بتضحياتكم وملاحمكم الأسطورية ضد فلول وأزلام تلك الميليشيا الإنقلابية. اطلعنا والسادة المشاهدين عن سير هذه المعارك المستمرة. والله كما تشاهدون الآن نحن الآن في وادي العطفين، تقدمت القوات يعني باتجاه وادي العطفين. الآن هذه المواقع اللي هو المنقعر، وهذا الموقع اللي كما تشاهدونه اللي هو الشهيدين، تبت الشهيدين، وكذلك في الجهة المقابلة القذامير. والقوات إن شاء الله متجهة يعني بنسق قتالي منظم بخطة قتالية بإذن الله تعالى لتنفيذ التقدم والتوغل أكثر وأكثر في وسط العدو لدحره وتشتيته. وكذلك يعني معنا الآن أكثر من جبهة فتحت في عدة محاور، معنا محور في مخنق صلة، معنا محور في جبهة في مخنق صلة، معنا جبهة في قرو فرحام، معنا جبهة في يعني في عدة محاور التشتيت والعدو الأيام هذه قد خلاص يعني على وشك الانهيار، يعني قاب قوسين أدنى يعني بما أثبتوه لنا الأسرى وبما سمعناه وبما نشاهده أمام عيوننا. فنسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتوفيق من عنده. إذن كما تشاهدون وتتابعون مشاهدين الأكارم، انتصارات كبيرة وعظيمة تتحقق على مدار الساعة بفضل تضحيات هؤلاء الأبطال الميامين الذين يذودون عن حياض الوطن وأمنه واستقراره وكرامة اليمن واليمنيين ضد فلول وأزلام تلك الميليشيا الإنقلابية الإيرانية التي أصبحت اليوم في رمقها الأخير. حان اللقاء والحشد، حان اجتياحي، والنصر برقه لاحي، العاصمة لاح، عزمي وإيماني وقوة سلاحي، طوفان يغرق كل ظالم وسفاح، بعد الليالي السود هل الصباح، والشعب بعد الجور يهنى ويرتاح، فانت صوفي بالمعتدي يا رياحي، واسقيهم الموت وحصديك حان اجتياحي، والنصر برقه لاحي، العاصمة لاح، عزمي وإيماني وقوة سلاحي، طوفان يغرق كل ظالم وسفاح، ولملم للشعب كل الجراحي، وانحي فلول الانقلاب والتبجح، يا العاصمة صنعاء وكل النواحي، يا ساحة السبعين عدينا حان اجتياحي، والنصر برق
الصباح عزمي وإيماني وقوة سلاحي طوفان يغلق كل ظالم وسفاح يا العاصمة صنعاء وكل النواحي يا ساحة السبعين عدينا نفرح جيش الوطن والشرعية هو الصلاح قادم كامل الإعصار للظلم يجتاح حان اللقاء والحسم حان اجتياحي والنصر برقه لحيا العاصمة لح عزمي وإيماني وقوة سلاحي طوفان يغرق كل ظالم وسفاح بعد الليالي السود هل الصباح والشعب بعد الجور يهنى ويرتاح فانت عصوفي بالمعتدي يا رياحي واسقيهم الموت وحصدي كل الأرواح حان اللقاء والحسم حان اجتياحي والنصر برقه لحيا العاصمة لح عزمي وإيماني وقوة سلاحي طوفان يغرق كل ظالم وسفاح لملمي للشعب كل الجراح وين حيفلوا للانقلاب والتبجح يا العاصمة صنعاء وكل النواحي يا ساحة السبعين عدينا نفرح حان اللقاء والحسم حان اجتياحي والنصر برقه لاحي يا العاصمة لح عزمي وإيماني وقوة سلاحي طوفان يغرق كل ظالم يا العاصمة صنعاء وكل النواحي يا ساحة السبعين عدينا نفرح جيش الوطن والشرعية هو الصناحي قادم كامل الإعصار للظلم نحن مقاتلين في جبهة البقع نشارك أخواننا الذين من كل جبهات من كل أشكال وأنواع اليمن لتحرير لطرد الحوثي الذي سب أم المؤمنين ونبلغهن بعده إلى طرف قبل مران بإذن الله نبلغهن سوف نوصل إليه حيث ما كان بإذن الله بفضل المجاهدين ثم بفضل القيادة وسوف نتحرر من كل مناطق اليمن إن شاء الله. احنا متواجدين هنا في خط البقع اليتمة لحماية الطريق من العبوات الناسفة وحماية الطرقات من تسلل الحوثي الى منطقة الى الخط لحماية المواطنين والخارج من المنفذ. واحنا هنا مستمرين حتى النصر ان شاء الله باذن الله. ونقول لاخواننا في الجبهات احنا صامدون فوق الجبال والحوثي هارب وراء جبار مران مهما بقوا أو صمدوا إحنا وراهم حتى النصر. والله نرجو من الشرعية الاهتمام بالأفراد وإحنا مهما المناصب ولا شيء همنا الوطن وإن شاء الله النصر حليفنا بإذن الله. نحن اليوم متواجدون في وادي العطفين في مناطق القتال من أجل النصر إن شاء الله بإذن الله تعالى. ونوجه القادة السياسيين بمختلف أنواعها بأننا سنسير قدما إلى الأمام حتى يتحقق النصر، وبإذن الله سيتحقق النصر يوما ما ونحن على حق. طالما نحن على حق سيتحقق النصر. ونشكر القادة السياسيين ونشكر قناة عدن قناة اليمن طبعا بنزولها وقدومها، ونشكر كل من القادة السياسيين منهم الشيخ هاني بسلامة والأخ الفاضل أبو مصعب والأستاذ ماجد السيد ورجل خفيه كان هنا الذي هو أول جنوب، وكل من هو متواجدا في جبهات القتال من جنود الأشاوس. وشكرا حفظكم الله. But
طيب الموت لحمه ما ترجع أمست جات الثوم في العظم انتظر في كل شجاع في المواقع يرزع يصرف لهم من ما صرف شرشورا يا شعب لا تنتفض ما تخضع النصر قادم والعده مدحورة والحق ما يضعف ولا يتراجع والشط يده دايما مقدار النصر نحو نور بده شعشرة والشرع ظهر الشرع يا منصرة إذا سمع صوت المقاوم يسمع من بطن زينا الجر والمصار ما يسمع إلا في جبينه تنار ما ينفع سيده ولا جمهوره جيش الوطن شاء نخفى لا يتسمى الصبر حكمة والتقه دستورة فتاتنا في الصف الأول تنزع في الواقع الأحداث صوت وصورة إيماننا بالله ما يتزعزع تاريخنا والتضحية دستورة حياكم الله مشاهدينا الأكارم من جديد في برنامج دروع الوطن ضمن هذه الجولة الميدانية والاستطلاعية التي نقوم بها مشاهدينا الأكارم لتفقد أحوال المرابطين من أبطال الجيش الوطني المتواجدون هنا في هذه المتارس والمواقع الأمامية هنا مشاهدينا الأكارم في منطقة ووادي العطفين بمديرية كتاب في محافظة صعدة. نلتقي مشاهدينا الأكارم في هذه الأثناء أحد قادة الجيش الوطني هنا في إحدى القطاعات في وادي العطفين. السلام عليكم. أيوه السلام ورحمة الله. وأنتم مرابطون هنا في هذه المتارس والمواقع الأمامية في ميادين العزة والكرامة هنا في وادي العطفين، حدثنا والسادة المشاهدين عن طبيعة المعارك التي تخوضونها ضد تلك الميليشيات الإنقلابية. والله المعارك مستمرة بيننا إلى كبار مران إن شاء الله، والنصر إن شاء الله من عند الله، وسوف نستمر بالزحف والتقدم والانتصار إن شاء الله. والحوثي كل يوم حنا اشتباكات حنا وياه ميليشيات الحوثي الإيرانية، وسوف ننصر إن شاء الله بإذن الله. ماذا عن تلك الخسائر التي تتكبدها الميليشيات الإنقلابية كل يوم على أيديكم؟ خسائر فادحة من العتاد العسكري بالشاصات والأفراد والطيران ما يقصر ما شاء الله، والأفراد كل يوم يزحفوا ويقدموا، وكل يوم إن شاء الله من تبة إلى تبة، والغرية إن شاء الله غريبا سوف نأخذها. إذن كما تشاهدون وتسمعون مشاهدين الكرام هكذا يؤكد هؤلاء الأبطال الميامين من أبناء محافظة حضرموت وأبناء محافظة أبين وشبوة كل أبناء محافظات الجمهورية مشاهدين الكرام متواجدون هنا في ميادين العزة والكرامة، وهدفهم هو واحد، هو تحرير كامل تربة الوطن من براثن وإجرام تلك الميليشيا الإنقلابية والكهنوتية. نحن متواجدون هنا في الخط الرابط بين مارب والبقع، وهنا على وادي العطفين نطل هنا على قرية محجوبة، وكمان نطل على تباب هيكل، وهنا قرية وائلة، وثابتون وصامدون ولن نتراجع. نحن هنا مرابطون في سبيل الله، في سبيل هذا الوطن، في تأمين الخطوط هذه وفي جبهة القتال، وصامدون. ونقول للحوثي نحن صامدون صامدون مهما فعل، وهي عصابة وشرذمة وستنتهي، مهما فعل ستنتهي ستنتهي، وإن شاء الله النصر قادم إن شاء الله. ما نركز العلم إلا في جبال مران،
ولا يحاول انه يعني يغرر الناس بكلامه بكل شيء، لا هو دائما مهزوم، مهزوم انسان على باطل مهزوم مهما كان لو يفعل ما فعل. وان شاء الله ان احنا متقدمون وثابتون ثبات الجبال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تجاب الموت حلف ما ترجع، امست جيت الثوم في العظم انتظر، في كل شجاع في المواقع يرزع، يصرف لهم من ما صرف منشورا. يا شعب نادر وانت فض لا تخضع، النصر قدام والعداء مدحورة، والحق ما يضعف ولا يتراجع، والشر يده دايما مبدور. النصر نحو نور بلده شعشاء، والشرع وهن الشرعية منصورة، اينا سمع صوت المقاوم يسمع من بطن زينة الجر والمصور، ما يسمع الا في جبينه تلمع، ما ينفعه سيده ولا جمهور، جيش الوطن شامخ ولا يتسمع، الصبر حكمه والتقه دستوره، باتتنا في الصف الاول تفزع، في واقع الاحداث صارت صوره، بيننا بالله ما يتزعزع، تاريخنا والتضحيه دستوره. نحن موجودين هنا في وادي عطفين في محور الجوف او صعده البقع، ونحن ما شاء الله مترابطين هنا نحن والشباب ما شاء الله المجاهدين اللي هم من عدن واللي هم من حضرموت واللي هم نبيان، ونحن ان شاء الله صامدين صماد جبل ما بنتحرك حتى شبر، وان شاء الله باذن الله مع القائد حقنا الشيخ هاني بسلامه حفظه الله ان شاء الله، ونحن ان شاء الله هنا والشباب كلهم معنوياتهم عاليه 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 ان شاء الله، ونحن متواجدين هنا في 24 ساعة، وإن شاء الله بإذن الله نشتي أمر بس من الغادة حقنا لا ندخل، مجاهدين مجاهدين في سبيل الله إن شاء الله، وإن شان الوطن وتربة الوطن والعلم الوطن إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله يا رب أهم شيء ولا نشتي من الشعب اليمني الصمود، ونشتي شباب مجاهدين في سبيل الله شان الوطن وشان تربة الوطن، نحن نشتي نخدم الوطن ونشتي نرجع اليمن السعيد إن شاء الله بإذن الله. ودعواتهم إن شاء الله، دعوات الشباب إن شاء الله، ونحن هنا إن شاء الله بإذن الله، وأنتم مشكورين وعطيتوا نحن معنويات حضوركم اللي عندنا لهنا، والأمور طيبة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله متقدمين في أي وقت ونحن تحت الأوامر، والمعنويات عالية والعدو منهار، وإن شاء الله ربك يجيب النصر، هذا اللي بانا بس. رسالة الحوتي مهما انضميتوا معاهم مهما تبعتوا الميليشيات الحوتية صعب إنه نصر لكم أو شيء، ما دام الجيش اليمني موجود في البقع قبال قرية وايلة، وهذه رسالتي للجيش الوطني مع الحوتي. المعنويات عالية ناطحات السحاب، نقول الحوثي ومن تبعه هم بيودفوا بكم ليدهم، لعلي تروحوا مع أصحاب إيران وغير إيران هذا ما ينفع، قاتلوا على وطنكم مش تروحوا على الحوثي وما الحوثي، ونقول لهم نحن بعدكم قدام قدام، هم اللي بيودفوا بكم هكذا لا عندنا، ونحن نذل ابوكم وقدام قدام.
هنا يماني ولي فخر من أصل عربتي من نسل عدناني، هنا من أصل عربتي كلها ومن تبع وحمير وهمداني. فقد قال الرسول فينا يا أهل الفقه والحكمة والإيمان، حكمة لا شبيه لها إلا كحكمة الحكيم لقماني. وإن الإسلام قد جاء إلينا في رسالة من هدهد سليماني، وذاك الطير الرسول مغردا طيرا جميلا من أجمل الألوان. اللهم احفظ يماننا من كل سوء واحميها من كل شر شيطاني. فالسهول والجبال تزينها والوديان والبحر والشطان، والطيور تحلق فوق سمائها والزهور تزينها في شهر نيساني. فهذه أمي ولعز، فهذه وطني غير كل الأوطان. وسأحمي أرضي في كل يوم وفي الساعات والدقائق والثواني. وإن توحدنا جميعا فسنحقوق جميع الأمان، والوحدة لا مثيل لها كأنها عصبة من العصيان. يعني شاعر مشاهدينا الكريم، هكذا هي جبهات العزة والكرامة، مليئة ومفعمة بالمواهب والإبداعات المختلفة، بالإضافة إلى هدفها السامي المتمثل بدحر تلك الميليشيا الانقلابية ومن ثم إرجاعها إلى كهوفها وجحورها في ملال إيران وطهران. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. دعنا حياة الدنيا كل غدي، أعداء ربي يا خصايم غدينا. البوق عشدنا الطقم الجدادي، بثنائي المجرى قدوم اهتشلا. تصميم القوة دين يحل فؤادي، اهدافها الضرى بيشفي غليلة، اهدافها الضرى بيشفي غليلة. والجيش كل نصبع في الزنادي، جاهز لتحرير البلاد الأصيلة. حانك تحامش المدن والبوادي، عدو دين الله لازم نزيله. حنا حماة الدين واهل المبادي، واحنا الجنود المخلصة في سبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم ماجد ناقي من بديدة أبيان. الرتبة مساعد أول. أنا خرجنا إن شاء الله بإذن الله لتحرير البقع وتحرير الروافض من كل الأرض الذين دنسوها ووسخوها وداسوا على دينها بإذن الله عز وجل. وبنخرج إن شاء الله بإذن الله حتى ديارهم، حتى آخر قطرة من دمائنا، لم نرجع ولم نستسلم لهذين الروافض الذين يغيرون الدين ويغيرون وذلوا كم من مسلم، وذلوا كم من امرأة، وذلوا كم من مزارع في الأرض، وهم يدعون في الإسلام وهم خارجين عن الدين نهائيا. لم يكونوا حتى قليل في الدين، محرفين الدين، محرفين القرآن في كل ما فيه. حتى سمعنا وزغرنا من جماعة أسرى منهم، كنا في عدن، كنا نسألهم كيف أوصاف معاملتهم هناك، إيش اللي يصلحوا وإيش وإيش وإيش، يدوننا حاجات خارجة عن الدين محللة، يحللوا في الحرام محلل والحلال عندهم محرم في كل هذا. وإن شاء الله بإذن الله حتى آخر قطرة من دمائنا لم نرجع ولم نستسلم لهم هذين بإذن الله عز وجل. وحتى إذا مت إن شاء الله بإذن الله، الله تقبل مني الشهادة بإذن الله عز وجل، أسأل من الله أن يوصلوا ولدي في هذا الطريق بإذن الله عز وجل. حتى إن كان له عمره 7 سنين يدخل في هذا الطريق وله الفخر في الشهادة في سبيل الله بإذن الله عز وجل. ونحن خرجنا بإذن الله أن نبني الوحدة، بدام هو هذا دمر الوحدة وفسد وغير المنهج ومغير المنهج العسكري وكل شيء، لازم نحن هو هنا مننا نحن اللي نقدر نبني الوحدة، ليس هو أو غيره أو من كان في البيت يبني على الوحدة. ونقول أسأل من الله أن يعطينا العزيمة على هذين الروافض وندحرهم بإذن الله عز وجل. ورسالتي أوصلها للمسائل
لم يظنوا أنهم معاهم أنذال في القتال، هم معاهم رجال، هم عاشقين القتال، هم عاشقين. إذا كانوا الحوثة اشتروا الدنيا، نحن اشترينا الموت بإذن الله عز وجل، لم نرجع ولم نستسلم بإذن الله. نحن هنا في خط ما بين القوف وصعدة، نأمن الخط بإذن الله، بنتقدم بإذن الله، بنرفع العلم على جبال مران. نحن في منطقة المحدة بين اليتامى والقوف بحماية الخط الأمني، والمعنويات إن شاء الله تكون عالية فوق السحاب، والأفراد جاهزين بالمهمات القتالية العالية بكل المهام، ومستعدين ندحر العدو إلى أوكارهم. نقول لهم سوف ندحرهم إلى أوكارهم إن شاء الله، ونرفع العلم إلى قبل مران. طبعا نحن هنا الآن نقوم بتأمين الخط من أي تسللات للميليشيات الحوثية بزرع العبوات، يعني لا تقلق المواطنين وتستهدف في المواقع العسكرية. فلذلك قمنا الآن بزرع كمائن ما بين النقاط، والحمد لله يعني حس تم النصر بهذا. ذلك المعنويات فل، يعني لن يستطيع العدو كسرنا مهما حاولوا، يعني كل شيء عندنا غير. تحياتي للجميع. احنا الجنود المخلصة في سبيله، قرن المتاعب الظروف الشدادة، قرن العبوة حبيبي يزرع نجله، كل نفم العض كبار جهادي، وحط روحه في دقايق دليلة، وعلي بسلم عدته والعتادي، صارت جثث مزقل في كل سلة، صارت جثث مزقل في كل سلة. احنا جنود الله رب العبادي، والنص حالفنا وهذا دليلة، حنا رجال الوحدة اهل المبادي، قوم تعشي خصمها كل ليلة، في صف واحد فردها والقيادي، كل نشد ساعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بعونه لقد تم تأمين الخط من قبل الميليشيات اللي كانت تزرع العبوات في هذا الخط، تم تأمين الأجاشر وتبه القذمول، وتم تأمين تباب تبة الشهيدين، وتأمين الخط من العبوات الذي زرعت الميليشيات الحوثي، والحمد لله بعونه لقد تم تأمينه، وإحنا هنا صامدون مهما كان الأمر، مهما نزحزح، مهما كانت تزرع الميليشيات العبوات، مهما كانت تصلح، لم تهز فينا أي شيء. إحنا هنا وبإذن الله وبفضل الله وبفضل هذه الوجوه المجاهدين، وقال لها قد تم تحرير رشاحة والجبال وما وراءها، وإحنا إن شاء الله هنا ولازلنا صامدون ومهما كان الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقطوعة شعرية في رثاء الشهيد البطل محمود عباس القحوي، قلنا فيها أبو خطاب قال اليوم جفل في الأقلام، وعز الشعر والهاجس مع القافي وميزانه، وعشعش فطور الحزن ونكسنا الهامكم من حر صار الدم يغلي وسط شريانه، أتت صدمة لا شب في وسط القلوب،
قعد منها شديد الباس ذيك الصمع عظمانة، فسبحان الذي لم تخفي لنا الأيام من أحزان نجهلها أوجاع سبحانه. يقولون المحمود سقط من طرق الإجرام، وقالوا بالأسى والحزن فيه أخوانه، ونسيوا هزم الأزمان وتهمتهم الأيتام، يقولون كيف عزي فيه وإحنا أهله وخلانه. رحم كواه يا قحوي أسد شام قطل مقدام، سنن كم خاف من سيفات الشرك وفوتانه، شهيدا ما تبيد على القرآن والإسلام ودين الله يستاهز تموت أبطال من جانه. تقدم حسب الموت لمزروع في الألغام، رجل في وقت قلو جهل الدين وعنوانه، تجب الحرب والقحوي في أول صف قدامك، إن الحرب حرب والميدان ميدانه. عجزنا من نعزيك القدس والقساء، أو اكتب للأول وعزي كل شجعانه، أو اكتبها القايزان حزام الحام الحصم الصمامة فرح الفرح الفزلة تحزانه، أو اكتب تعزية توصل محورنا بشكل عام، وكافل مين مخصوصه قايدها وكانه، أو عزي أرمله وأمثاله وقنتام خرجوا لجل نصرة حامل وطغيانه، أو اكتبها لبو خذي قدسي قدسها اسكام، أو اكتبها العين طوال الليل سهرانة، ستبقى يا شهيد عملاق وعداءكم الأقزام، خسرنا وانتهى الكاسب لقي الله رضوانه، وعدنا البطل وفادي صاروا لنا أعلام، أذي غاصوا والحرب الحرب فيه فرسانه، ضربوا أمثل أهل العز ضاعت من أثبت ملتنا أبضل مستانه، بأمثال رجال هولا الله نظر وانقام، سيذكرهم التاريخ في درس وعنوانه، وبايلقوا في الجنة العز والعز والإنعام عطاء مخصوص لمن دافع عن الإسلام وركانه، ومن لكل شهيد ما تتراجع على الأقدام، ولا يرتاح شرشور وعد عن الحانه، سنمضي في طريق المجد حتى قمة رأه ونسكي أرضنا ودم الحرف حرف دوطانه، وانا قد شفت عزرائيل حول رقة حام، ومالك من تنظرهم يصليهم بنيرانه، وهيكل قد سطر حلام وقام بالأقدام، وسقاهم كوس الموت بالبندق وبالدانه، حماك الله يا من في وصف اليمن صدام، ولد حنتف أسد باين إذا كشر أسنانه، خاف خلبه وطفع راية إسلام ومعاند وما سلم نزع روحه، جنود الحمد الحق ما بتنا، بإذن الله حتى الكفر يتلاشى وشيطانه، إذا مات الشهيد في نان العزم والإقدام وبان تأس على الشيعة ليست أوطانه، عذاب الله صلى الله عليه وسلم السام، إذا ظلم جنا حلل فتح هيكل لحن شاهنه، هذه بتمزق أشلاهم وتقتل من أحلام بحلام عمامة الشيعة حلقها بالنيران. صاروا يقول سلامة سلامة. مشاهدين الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامج دروع الوطن، حتى الملتقى في حلقة جديدة ومن جبهة جديدة، نترككم في رعاية الله وحفظه. بالروح بالدم نفديك يا أمان، بالروح بالدم نفديك يا أمان، بالروح بالدم نفديك يا أمان. يا رجال من يطلب العزة يقاوم، والبنادق حيلتك رحمة تساوم، جيش من خير الرجال بالنصر قادم، كلنا من أجل عزك يا بلادي.